الجلوس العربي اتعرض 28 يونيو 2018 تغطي المفروض في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. نسخه الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعتبر واحده من احدث مشاريع سايبر نت، وهي في نفس الوقت تعتبر احدى ثمرات الاستراتيجيه الجديده للمؤسسه. الحقيقه اتمنى ان احنا نكون قدرنا خلال السنه اللي فاتت نعمل شويه شغل كبدايه، ونتمنى ان السنين اللي جايه تبقى. And I'd like to think that what we've seen happening with the MENA edition has been that have come together drawing on the kind of tradition of independent, rigorous scientific journalism which has shaped SciDevNet and some of its comparators. And we're looking towards essentially now drawing more efficiently and more effectively on the local networks, the local knowledge that exists in the region. I mean, one of the things that SciDev has always been concerned about is how do we provide more space and more voice for research, development, and scientific capacity that's going on outside of the OECD countries. And we know that there is a lot of it. عدد من الأميز ما قدمنا وغطينا من مشروعات بحثية عن طريق إحنا نقابل الباحثين اللي كان وراء الشغل ده. أول واحد طاقة شمسية بخبرة مصرية خالص، ودي قام بيها فريق بحثي من جامعة القاهرة، وكان بيقودهم دكتور أمين مبارك أستاذ الطاقة الميكانيكية في كلية الهندسة جامعة القاهرة. الأوبجيكتيف إن إحنا نعمل مجمع كونسنتريت سولار باور بخبره مصريه عملناها في الشيخ زايد 6 اكتوبر، ودي كنت جزء من كليه الهندسه هناك، بنينا هذه الوحده هناك. طبعا الوحدات دي وحدات كبيره، هي طولها 12 متر وعرضها بحوالي 6 متر، فهي تقريبا المسطح بتاعها اللي هي 14 متر حوالي 72 متر مربع، كل وحده من دول ممكن انها تطلع حوالي من 7 ل 10 كيلو وات كهرباء. سؤالي هو لاي حد بيعتبر الكلفه الماليه عائق أمام التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مصر، وهل لا يمكنها المنافسة مع المصادر الأخرى للطاقة؟ الطاقات المتجددة النهاردة منافسة، وبعض شروط قانون الهيدروجين تعرف اللي هي تعريف الطاقات المتجددة، أعتقد إن مفيش أي مشكلة في إنها تنطلق في مصر. البحث الثاني معانا برضه ابتداء من الكلام عن الطاقة، عن الوقود الحيوي وإنتاجه من المخلفات الزراعية بشكل يجعله أرخص من غيره من انواع الوقود. معانا دكتور قاسم حلم الاستاذ بكليه العلوم جامعه المثنى العراق. سنتكلم بشكل مبسط عن طريقه جديده لانتاج الوقود الحيوي، وكما تعلمون سابقا الكرام باننا نختلف في عملنا على المخلفات. احنا ركزنا في عملنا على السيلوز. حقيقه لو تمعنا جيدا بعمليه تحلل السيلوز الى جلوكوز اللي هو احد السكريات الاتحاديه، هذا راح يأتينا إلى فوائد كثيرة، ومنها ممكن استغلالها في الإلكتريسيتي، هيت وكيميكالز وفيول، إلا أنه نحن نتكلم طريقة خاصة بنا لم تكن مطروقة من قبل، وهذه الطريقة تعتمد على مزج السيليكا المستخلصة من ويست مع كلوروسيكوليك أسيد أو حامض كلوروسيكوليك أسيد في وسط واحد مولاري هيدروكسيد الصوديوم، ثم نجري التفاعل من خلال عملية تثبيت مع بين عمق وقاعدة، وخلال 30 دقيقة تحصل على الجل أو الكاتاليست أو العامل المساعد اللي هو حفزناه لبرامج آر إتش إكس أو تي إكس، وهذا الفرق التقليدية يحتاج تخليط على الأقل إلى 48 ساعة، وإحنا ابتزلنا هذا الوقت إلى نصف ساعة بالاعتماد على الويست أو المخلفات الصناعية. أنا الحقيقة يعني بختلف معاك في استخدام مصطلح مخلفات. المصطلح هذا المصطلح للأسف ترجمة حرفية لكلمة ويس، والتي تعني الشيء معدوم القيمة. فهذا المصطلح هازم لأي إنسان يبتغي الاستفادة. أنا أفضل استخدام مصطلح البواقي الزراعية أو المتبقيات الزراعية. يعني انتهى الوقت في رأيي أن يبدع العالم ويترك الأمر دون أن يحدد لمن يتجه الداعي، لمن يتجه بفكرته، أن يفصح العالم عن تحيزه، وأن يحدد ما هو الوسيط الاجتماعي الذي يرغب أن يهدي إليه هذه الفكرة. التقدمة الجاية هتكون عن رقاقات سيليكون مرنة وشفافة، قام عن مشروع بحثي فريق من الباحثين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالسعودية. وضمن الفريق كان ضيفنا دكتور محمد منين، هو باحث مساعد في مختبر تقنية النانو بجامعة الملك عبد الله. أنا طالب دكتوراه في مجموعة دكتور محمد حسين.
ممكن تهريف اعضاء الجسم الحيويه ليها استخدامات طبيه ما كانتش عندها متاحه باستخدام الالكترونيات الصلبه، وايضا كخطوه لتقليل طيات الدماغ ومخ الانسان في خلايا عصبيه للدماغ يعني، ولكن في مساحه صغيره جدا. فاذا قدرنا ان احنا نعمل طي للالكترونيات بنفس شكل البين فولدنج او مفاتيح المخ، نقدر برضو نحط عدد كبير جدا من الاجهزه الالكترونيه في مساحه صغيره زي المخ. لماذا نركز على السيلكون بالتحديد؟ السيلكون هو من اكثر العناصر وفرة على الارض، هو العنصر الاكثر دراسه للتطبيقات الالكترونيه بشكل عام. لذلك قمنا بتطوير عمليه لتحويل السيلكون الصلب الى مرن اجهزه ذات الاداء العالي نكسبها مرونه مقارنه بالبديل وهو بناء الاجهزه على البلاستيك، وعرضنا العمليه لمنخفض التكلفه اسناد الى تقنيات التصنيع الدقيق. لقاءنا التالي هيكون مع استغلال مميز للموارد المحلية المتاحة من المغرب. المشروع هو مشروع مؤسسة ابن البيطار، وهو استطاع تحويل زيت محلي هو زيت الأرجان لمنتج عالمي دلوقتي موجود في معظم أسواق أوروبا وأمريكا. إلى جانب أنه هو استطاع أن هو يقدم منتج محلي، هو كمان استطاع تمكين المرأة الريفية في المغرب أنها تساهم في إنتاج المنتج ده. على رأس المشروع كانت الدكتورة زبيدة شروف رئيس جمعية ابن البيطار لتطوير وإنتاج زيت الأرجان وأستاذ الكيمياء في جامعة الملك محمد الخامس بالمغرب، لكن لظروف سفرها الحقيقة هيقدم لنا التجربة دكتور بدر الدين قرتاح، والحاصل على دكتوراه الكيمياء العضوية من جامعة محمد الخامس بالمغرب. هي واعتبرت بورون عديدة جزءا من المناظر الطبيعية للمملكة، وهي تعتبر ثاني أكبر غابة في البلاد بواقع 20 مليون شجرة. أكثر من مليونين شخص يعتمدون على هذه الشجرة في حصن يومي التغذية في الدول الترفيه، ويوجد 1 مليون منهم منحدرين من المناطق القروية ويعيشون في حالة فقر كبيرة وحالة هشاشة. السيدة زبيدة شروف منذ اشتغالها سنتين قامت بمجهودات كبيرة. أول مشروع كان ناشئ مؤثر هو الرفع من قيمة الأرجان عن طريق استخلاص طرق جديدة للاستخلاص للحصول على لتر واحد من زيت الأرجان كان يلزم 19 ساعة من الاشتغال اليومي، لكن بالطرق الجديدة يعني حاولنا نخفض عن الساعات الى 6 ساعات قبل من 19 ساعة، وكان له انعكاسات على مستوى الجوده. التقنيه الجديده انعكاست على مستوى الجوده وبالاضافه على مستوى المعموديه ومده حياه الزيت، يعني انتقلت من 6 اشهر الى 24 شهرا. يمكن يكون هناك اطارا قانونيا كان لابد من انشاء مجموعه من التعاونيات لاظهار الجانب الاجتماعي والمادي خاصه للسيدات القاريات اللواتي كانوا معانين من مشكله التعليم. فبالتالي اعطيكم فقط مثال، لما كان الاطار القانوني انتقلنا في ظرف 8 سنوات انتقلنا من 3 أورو للنفر الواحد الى 40 يورو. البحث الثاني معانا هو عن آلة زراعية تبذر وتخلق وتضاعف الإنتاج بمياه أقل. الحقيقة هو بحث قام به فريق من إيكاردا، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، وكان بقيادة دكتور عاطف سويلة. طريقة جديدة لزراعة بعض المحاصيل تحديدا القمح من شأنها أن هي بتحافظ على توفير المية وترفع من إنتاجية الفلاح. اللي احنا بنقدمه هنا للمزارعين وهو طريقه زراعه المساقط المسمى هيدري بلانتنج سيستم. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل تول نفاسيليتيك كبات الفكره، ان احنا ازاي نعمل ماشين دي تكون مصنوعه 100% من حديد الصلب، وتكون سعرها متوافق للجميع، وانها تساعد الفلاح علشان يقدر يطبق هذا الكلام. فطبعا كان في مقاومه من المزارعين في البدايه، يعني بعض الناس قالت ان المكنه ما بتنزلش تزرع، فالفلاح هنا بيتشيك المكنه ما بتنزلش ولا لا. احنا اشتغلنا بما يسمى نظريه الهندسه العكسيه، احنا عايزين نشوف بتعمل ايه. الماشين عباره عن كوب وماشينز مع بعض، فهي مالتي بيربس، بتعمل سيت دريل، بتعمل زي شغل السطاره، وبتعمل في ذات الوقت شغل البلانتر اللي هو بيزرع مسافات أو محفزة الفتاة الدانية زي القمح زي الفول وما شابه. سيت دريل بيزرع الفيس زي
القمح زي البرسيم زي الشعير. طبعا قللت في تكاليف الزراعه ورفعت من كفاءه استخدام التسميد لان احنا قللنا الابراج الاخرى فبالتالي الريتشنج بتاع الفرتلايزرز قل. الاكثر من ده كله اللي يهم الفلاح ان هو زاد محصوله من 15 ل 25% على حسب الظروف اللي بنزرعه. بس وايه الحقيقه هو غير خاص بالماده العلميه ولكن عايزه اعرف ايه المجهود اللي عملتوه لتبسيط المعلومه العلميه للمزارع، يعني ازاي قدرتوا تخلوه انجيج معاكم او مشترك معاكم من اول البحث وحتى نهايه النتائج. هي لجنة احنا كنا بنشتغل بكوميونيتي بيست ابروتش ان احنا كان المزارع بيكون جزء من التجارب. الصحه وضعف المدن الصحيه والتامين الصحي في كثير من الدول داخلنا بيخلينا دايما نحاول نلعب بدائل علاجيه ارخص خصوصا لو اثرها الجانبيه اقل. ضيفتنا النهارده دكتوره صهباء باحثه واخصائيه في الطب الطبيعي والامراض الروماتيزميه والمناعه، اتكلمنا عن الحجامه في علاج الامراض الروماتيزميه. بيناقش فكره دم بمعالجه تقليديه وتاريخيه وإمكانية دمجها مع منظومة الطب الحديث. الأمراض الروماتيزمية كانت أفضل مجال تطبيق الجامعة فيه لعلاج الأجساد. في 70 مليون مريض من الأمراض الروماتيزمية بيزوروا العيادات الخاصة. فوق كده كمان في 130 مليون مريض بالأمراض الروماتيزمية بيزوروا العيادات الصحية العامة اللي هي موزعة بين عيادات خارجية ومستشفيات وغرف الطوارئ. لو حبينا نشوف اللي بتقوله الأبحاث العلمية عن الجامعة مش مجرد التطبيق التاريخي أو التطبيق الشعبي ليها. فدي أول دراسة أنا سنة 2005 كانت أول دراسة جامعية سجلت في الموضوع ده، وأنا في الدراسة دي عملت دراسة على 50 مريض روماتوي مصابين بالروماتويد. عايزة أتكلم تاني إن الحجامة كانت مضافة في الدراسة دي كعلاج تجميل مش تجميل، يعني ما كانش في مجموعة أوقفت علاجها الكلاسيكي بتاع الروماتويد وخدت بداله الحجامة. فبرهنت فعلا النتائج الأخبارية على نتيجة فعالية منها في تسكين الألم وفي تحسين حركة المفصل. خلصت الدراسة لأننا تعملها كأجامة كان طريقة فعالة واقتصادية وبسيطة وتساعد في السفارة على النشاط الروماتوري، لكنها ليست بديلاً عن العلاج الدوائي. مؤسسات وزارة الصحة والجهات الرسمية بترفض أنها تقبل الأجامة حالياً كعلاج رسمي لعدة أسباب. السبب الرئيسي فيها أنها بتقول أن الأبحاث الدورية تثبت فعاليتها لا يزال غير كافي، وحتى الدراسات المتوفرة بتعتبرها غير محكمة على نحو علم دقيق. اللي هي مطالبة أن الحجامة يعني يفتح لها المجال في الفترة دي، خصوصا إن احنا دولة مع إمكانية الناس فيها إنها تدفع عن التكلفة الكلاسيكية الطبية مش متوفرة لأن الوضع الاقتصادي للناس سيء. في نفس الوقت إن المعالجة دي سواء شئنا أتبنى هي موجودة ومهما حاولنا ننكر ده الناس كلها بتمارسها وبتمارسها بطريقة غلط. فأنا شايفة إن احنا كأطباء دي يعني هذه بضاعتنا موجودة لدينا، احنا أولى بيها وأولى إن احنا نفتح مجال البحث والتطبيق تحت رعاية صحية بدل ما تمارس بشكل سلبي. بعد ما تجاوبنا الجولة السريعة دي جغرافيا وبين فروع العلم المختلفة، أدتين أساسيتين بنعتمد عليهم هو الصحفيين الإعلاميين العلميين اللي عندهم كفاءة وعندهم مهنية، وتاني حاجة هي المتواصلين بالعلوم من الخبراء والعلماء اللي يقدروا يساعدوا الإعلاميين في توصيل جيد للعلم بتاعهم. علشان نعمل ده لازم نساعد الفريقين دول في إن هم يطوروا أدواتهم علشان يقدروا يتواصلوا ونكون أقرب لجسم علشان يوصل ما بين الجهتين. يعني أتمنى يعني في البرنامج الفترة القادمة يكون في إعلاء لقيمة الاعتماد على الذات وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية الذاتية. وكان واضح من المشاريع إنه مش كل المشاريع نجحت فعلاً هتوصل للمجتمع والمجتمع يحس بيها ويصدق بيها. وده تقديري الشخصي لأن مش كل العلماء يعني في جزء مفتقد ألا وهو السوشيال ساينتست اللي بيكون عندهم اللينك ما بين احتياجات المجتمع أو الساينتست المدربين فعلا على إن هم يسمعوا المجتمع وينزلوا فيه. يعني كذا مرة سمعت جملة إحنا ساينتست بنقعد في المعمل بنشتغل ما عندناش عندنا فكرة، وكان أغلبها كانت اجتهادات شخصية، ناس شاطرة في ده ناس مش شاطرة في ده، مختفي ورا معاملهم ومش بيتعامل مع المجتمع على انه المفترض المستفيد الاساسي من اللي هو بينتجه، فهو مركز قوي في فكره البحث للبحث مش البحث للمجتمع. وتغيير الصوره دي زي ما انا قلت في الاول احنا بنحاول نبقى الجسر، او الاعلام العلمي عموما بيحاول يبقى الجسر اللي يربط ما ينتجه المعمل باحتياجات البني ادمين. لكن كمان البوليسي ميكرز لهم دور اساسي في ده في ان هم يحطوا اولويات للبحث ده تحل وتناسب مشاكل المجتمعات اللي هم بيديروا.